اهلا بيكم معانا مشاهدينا مره تانية، والفقره الاولى معانا فقره حلوه قوي، ازياء والوان حلوه، وسنه ان شاء الله جديده تبقى كده سنه سعيده وكلها فرح. وكمان معانا رابطين الموضوع شويه بالافراح، وعروسه حلوه وفستان عروسه حلو، ان شاء الله يا رب كل ايامنا تبقى افراح. معانا في الاستوديو استاذ محمد ندى، مصمم الازياء. اهلا بيك، منورنا. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. يعني يا رب كده بالمجموعه الحلوه اللي انت جايبها لنا كده، كلها الوان حلوه وكلها كده بنوتات حلوه. الحمد لله. فان شاء الله تبقى سنه حلوه باذن الله. برضو موديل تاني، تعالي يا ناديه ورينا، ده حلوه قوي قوي برضو، تحفه كده. احنا روحنا اللون تاني ده بقى ايه يعني؟ ممكن برضو يبقى ده الاسود، بس البطانه بتاعته من تحت اللي هي مديها بيج عشان تظهر جمال التطريز بتاعه والرسومات بتاعته. ده حقيقي، انما لو اتعمل اسود في اسود هتبقى طبعا مش هيبان الرسمه. وانت برضو هنا الرسمه واضح ان انت موزعها على حسب المكان، يعني فوق مثلا عند الصدر بشكل معين، بنكثفه شويه فوق بالظبط كده، بحيث انه اما الواحد يبص عليه يحس انه مرتاح بالزبط. يعني حاسس ان زي ما احنا شايفين دي عروسه حلوه بقى يا جماعه. ده فستان ايه بقى يا استاذ محمد؟ ده فستان خطوبه. ايوه. يمكن هو الواحد استعجل شويه، ده دوت لونه صيفي شويه، لان ده كوليكشن جديد بنعمل فيه دلوقتي. الكوليكشن بتاع الصيف الجاي ان شاء الله. فهو من قطع الالوان المحببه وقطع هو سامبل ورقيق، الوانه مش دافيه يعني، مش سخنه يعني، ناعم. بس ان الالوان الناعمه، وهي لازم تبقى العروسه ناعمه. نقطه الشخصيه مهمه، الشخصيه شخصيه العروسه يعني بتختار بتعرف مثلا الشخصيه رايحه لفين، فاختار الفستان المناسب ليها ولا الاخبار دي ما بتفرقش؟ اكيد طبعا، لا ده لازم طبعا برضو. لازم طبعا. هنا كمان احنا ملاحظين انه الميك اب بتاعها الميك اب بقى ده الحكايه، ما شاء الله، الله اكبر. قمر يعني مدام نهى، انا بشكرها جدا جدا طبعا. الميك اب عملته مناسب جدا للون بتاع الفستان. أيوة. والبشره الانسه رانيا جميل طبعا. اللولي وتوزيع اللولي حلو قوي قوي. الخامات هنا بقى ايه؟ هو عباره عن لولي وكريستالات. لكن الغامق الغامق ده كريستال تول. تول كله تول. بصوا قد ايه بسيط وجميل. وهنا بس بسرعه كده، وهي رانيا واقفه، هسالك استاذ محمد، ده لازم يبقى الجسم شويه رفيع؟ لا مش شرط. مش شرط، لانه انا شايفه القصه شويه مرفوعه، ولا هي على الوسط شويه؟ على الوسط. على الوسط. فدايما البرنسيس يعني هو واخد شويه شكل برنسيس كده، هي كلوشه من تحت. كلوشه. ده يناسب بقى جسم ايه؟ ده مثلا ممكن لغايه مقاس 42 يبقى حلو جدا. لغايه مقاس 42. وهي عادة البنوتات بتبقى في الوقت ده الحقيقة يعني شوية أجسامها لطيفة. لسه ما فبتبقى الدنيا ماشية يعني. صحيح.